صافاتي واحد الوصفه جديده ان شاء الله تروح الاعجاب ديالكم. اليوم غادي ندير معكم واحد رولي كيك بمقادير بسيطه. اول شيء غنبدا معكم بمقادير ديال الجينواز. الجينواز خصنا فيه ثلاثه البيضات، يعني على حسب كل واحد كيف بغى الجينواز ديالو. نورمالمون الا بغيتي تضاعف الكمية او انا كيدير ربعه البيضات صراحه فهي مزيانه. انا غندير اليوم فقط ثلاثه البيضات وغندير 75 غرام ديال الدقيق. هاد الدقيق تقريبا عندي حوالي 50 غرام ديال الدقيق و 25 غرام ديال النشا مخلطاهم، وهنا عندي 75 غرام ديال السكر الخشن، شويه ديال الملحه وشويه ديال الخميره، قبيصه ديال الخميره الكيماويه. صافي هادشي اللي عندي في الجينواز ديالي. نبدا اول شيء البركاتيلا، غنبدا غندير البيض ديالي غيكون بحراره المطبخ، يعني من بعد ما جبدو الثلاجه. غندير قبيصه ديال الملح، بصات ديال الملح كتشوفوا، وغادي ندير السكر 75 غرام ديال السكر. وغادي نطلع البيض ديالي في التمر الكهربائي. كتشوفوا هذا هو البيض ديالي من بعد ما طربتو، تيجي على هذا الشكل. دابا غادي نبدا نضيف الدقيق، يعني غنضيف شويه بشوي ونحرك من الاسفل للاعلى باش الجينواز ديالي تجي جيده. دائما نحركهم من الاسفل للاعلى، يعني بنفس الاتجاه. غنبداو نضيفو شوية أخر حتى تنساليو الدقيق كامل. كي قلت لكم 75 غرام، إلا كنا بغينا نديرو ربعة البيضات خصنا نديرو 100 غرام ديال الدقيق. غنضيف واحد شوية ديال الخميرة، شوية ديال البيكنج باودر، خميرة كيماوية، يعني شوية القليل من الخميرة الكيماوية. الدقيق الاخر اللي بقى عندي كامل، ونبداو نحركو في الدقيق دائما من اسفل لاعلى باش الجينواز ديالي تجي خفيفه وتجي زوينه. دابا كيف تشوفوا هي الجينواز ديالي، غنكبها تمر. كتشوفوا دابا تنإيطالي هاد الجينواز ديالي. كتجي على هاد الشكل. صافي دابا غادي ندخلها للفران على درجة حرارة 180 درجة، دغيا تطيب هي متنساوهاش، يعني شوية دغيا وحيدوها. في هاد الأثناء جبنا الجينواز ديالنا، صراحة واخا شوية هي بنات واخا شوية خدات لي هنا. دابا واحد الجينواز عندي تخونة، غنحاول أنني نحطها هنا في الحلاية أو أنا نحط الجينواز ديالي.
نديرلو واحد شوية ديال السكر البسيط، نقدر تقلنا زيت غنعاودو نصبوها على هاد الشكل، غنحاولو نصبوها بحال هاكا، ونبداو نرجوها حيت هي تبقى كريمة. دابا كيف ما تشوفوا من بعد ما وجدت الجنوه ديالي ها هي فينا وليتها، دابا غادي ندوز نصب لك كريم شانتيي، نصب لك كريم شانتيي، غناخد كريم شانتيي ديالي وغنزيد ليها كاس الحليب وغنطلعها في الطبق. بعد ما طلعت لا كريم كيف تشوفوا لا كريم شانتيي ديالي، في هاد الاثناء غنزيد واحد شويه من بودره الكاكاو الكريمه ديالي اللي كان تقريبا، غادي نحاول نخلط هاد الكريم ديال أوريو الثانية، بحال هاكا، أنا عرفت هاد البسكويت عندي، نحاول أنني نزيدو شوية، غادي نزيدو هدا عندي، الخليط ديالي، ونخلطو، تيجي الصراحة هاد البسكويت رائع بنين، علاش الوليدات سخونة باش تبقى قابطة الوز ديالها ما تهرسش ليا، إلا خليتها تبردات دابا تجيني ساهلة في الحلال، إلا خليتها تبردات غتكسر ليا منين ندي الرولة، كيف تشوف دابا من بعد ما درت الكريمة كاملة دابا غنزاوي ليها شوية تشوف على الشكل، وغنبدا نسقيها بشوية ديال الماء والسكر باش تشرب ليا ما تجيش ناشفة، نحاول انا نبردها
ضروري ما نسقيوهاش، نسقيوها مزيان ضروري باش ما تجيش لينا حشفه. هذه انا غنخليها واحد شويه في الثلاجه باش تقبض راسها، وعاد نزيد على الكريمه خويشات حيت الصراحه الجن وصلت بشويه تقبض راسها. صافي نكمل معكم الوصفه، دخلت الثلاجه واحد شويه تقريبا واحد ساعه كامله ونكمل معكم. دابا حنا رجعنا معكم البنات، من بعد ما خلينا الكيك ديالنا خلينا شويه الثلاجه يقلى راسو، دابا غنحطو هذه الكريمه اللي بقات ندوزوها كامل عليه بهذا الشكل، غنطلعو كامل بهذيك الكريمه. الجوانب ديالو صراحة تيجي هائل هدا الروبي كيك، نعطي جميع الجوانب ديالو. كيبقى على حسب الشخص يعني واش بغا، على حسب الموجود. واخر وحده نجي لهنا تيجي اذا هذا هو الكيك روبي ديال اليوم اللي وجدتو معكم. كتشوفوا دابا غادي نزيد واحد شويه ديال الفيرميسيل، غناخذ واحد شويه ديال البودره ديال الفيرميسيل فقط، غنديرها في هاد الكمشيات اللي عندي هنا بلدان ديال لا كريم شانتيي. وهنا هو الشكل النهائي ديال رولي دو شوكولا اللي صورت معكم اليوم، غنعطيكم على القرب كيف تشوفوا. دابا هذا هو الكيك رولي ديال اليوم، نتمنى انه يعجبكم وبقاو معايا حتى نقطعو باش تشوفوا كي تيكون. إذا عجبكم ما تنسوش من تدوش ليا اشتراك في القناة ديالي. كيف تشوفون بعد ما خليت رولي دو شوكولا غنوريكم كيف تيجي، صراحة تيجي هائل. تيجي بهذا الشكل رائع صراحة، تيجي على هذا الشكل رطب جمال زيري، تجي رائعة وحدة. نتمنى أنه تعجبكم الوصفة ديال اليوم، وإلا عجبتكم ما تنساوش ما ديرولي اشتراك في القناة ديالي، تخليو ليا شي تعليق على هاد الوصفة ديال اليوم باش ندير معكم وصفات جميلة وجديدة. وتحياتي لكم جميعا.